إيمان المؤسسين وموت المؤسسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونفوض أمرنا الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. غريب يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وابن أخيك القاسم ابن المجتبى، لعن الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم يا مؤمن واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. واذكر ذنوبك موقنا، واذكر ذنوبك يا شيعي يا موالي، واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة. إلا بحب من النبي المصطفى الغري الهداتي.
جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات هذا قضى سما وذاك مغيبا وويلا وذاك مغيبا صاحب هذه الليلة ليلة الجمعة مغيب عن أنظار الناس هذا قضى السم وذاك مغيبا خوف العدات بعض بطيبة والغري قضى وبعض وبعض بالفرات ضامن أبو علي ضامن تجرعه العدا صاب الردى بالمرهفات لم أنس ترك المدينة خائفا وويلا خائفا شر يا العدايات ونحى العراق بفتية وويلا صيد ضرامتين كما مثل من يا شاعر قال مثلك حبيبي ويا يا ابن عوسجة وهوي حليف المهايا يا كرما يا آيتي والقاسم ابني المجتبى والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات ذاك الذي كأبيه حيدر كأبيه حيدر في الصفات حناؤه دم رأسه وويلا حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجال وويلا فخرجنا ربات الحجال من المضارب باكياتي باكياتي لله صبرك يا شبيل دحاي الأبواب شايل على صدرك عريس معرس وشا لله صبرك يا شبيل تحاي الأبواب شايل على صدرك شباب معرس وشعب ولو كان قلبك من حديد اتفتت وذاب عافية على قلبك يا من للمصطفى روح لله صبرك يا أبا عبد الله لله صبرك يا
أبو النفس الأمينة يا شايل على صدرك شبابك ذابحي ومثل الجفن ثوب الاسفاف ملبسين ولي مفضوخ راسه والخضاب بجفه يلوح ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا ونور عيوننا المولى المعظم أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إن الله غيور ويحب كل غيور ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صدق سيدنا مولانا الإمام أبو عبد الله صادق آل محمد نهضة أبي عبد الله الحسين قبل أن تكون نهضة سياسية، قبل أن تكون معركة تاريخية، قبل أن تكون معركة قابل لأن يحلل فيها المحللون، هي قبل هذا كله هي معركة الأخلاق والقيم والمثل العليا. وقد صرح أبو عبد الله بهذا المعنى منذ أن كان في مكة المكرمة، قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، كل هالتحليلات السياسية لا علاقة لي بها، إذن ليش طالع أبو علي؟ قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، هناك قيم وأخلاق ومثل وصفات حميدة اندثرت، دوري باعتباري إمام كانت هذه الأخلاق من الحسين أو من بني هاشم أو من أنصار الحسين، ويقارنها بالأخلاق السيئة والرذائل التي انتشرت في المجتمع من قبل بني أمية وما قاموا به في المجتمع. سمى هذا الكتاب الأخلاق الحسينية، وعاد جاب لك ما شاء الله من الأخلاق والقيم والمثل التي كل خلق من هذه الأخلاق تجلى بأكثر من صورة وفي أكثر من مشهد وبأكثر من موقف. لطيف جدا ها أن الإنسان يطلع على الأخلاق والقيم الحسينية التي تجسدت في واقعة كربلاء. من هنا نريد أن نتحدث هذا اليوم ويوم غد عن خلقين إسلاميين قد تجسدا في واقعة كربلاء. هذا اليوم نريد نتكلم عن الغيرة الحسينية، ما هي الغيرة وما هي أقسامها ومتى تكون الغيرة مذمومة ومتى تكون محمودة، ثم ما هي مجالات الغيرة الحسينية، ما هي مجالات الغيرة المحمودة الغيرة المطلوبة. أولا ما هي الغيرة؟ يعرفها علماء الأخلاق بعدة تعريفات، لكن لعل من أبرز هذه التعريفات عرفوها بهذا التعريف، قالوا الغيرة هي دافع يبعث الإنسان نحو المحافظة وصون كل ما يراه واجبا صيانته.
أنت عندك شيء وهذا الشيء بالنسبة لك مهم وتريد أن تحافظ عليه، تريد أن ترعاه، تريد أن تحوطه، ما تريد تصل إليه أيدي أناس يعبثون به. الدافع اللي يخليك تنشد إلى هذا العمل، المحافظة على هذا الشيء، كان هذا الشيء مادي أو معنوي، هذه تسمى الغيرة. إذن هي حالة نفسية ودافع نفساني يدفع الإنسان نحو المحافظة وصون كل ما يراه واجبا صيانته. اللي يشوف شيء يجب صيانته، إنسان مثلا يقدس بعض الشخصيات، يشوف عنده غيرة تجاه الشخصيات، بمجرد أن يستشعر بأن هناك أذى سيلم بهذه الشخصيات يشوفه ينبري للدفاع عن هذه الشخصية. ليش؟ لأن عنده غيرة على هذه الشخصية. هالدافع دافع الغيرة هو الذي بعثه أن يحافظ على الشخصية المقدسة في نظره. أحيانا مكان من الأمكنة هو محل تقديس عند فئة من الناس، يقدسون هذا المكان، يحبون هذا المكان، يهتمون بهذا المكان، يشوفهم محافظون عليه، يرعونه، يحاولون بكل طريقة أن يبعدوا الشرر والضرر والمشاكل عن هذا المكان الذي عندهم مقدس. هذه المحافظة، هذا الصون الباعث عليها هو ما يعبر عنه بالغيرة. أحيانا فكر معين، فكر أنا مثلا أتبنى فكر معين، هذا الفكر أنا أراه مهما وأراه شيء عظيم وأرى أن هذا الفكر ما ينبغي أن يتسرب إليه شيء يشكك فيه، شو أسوي؟ أقوم بالمحافظة عليه وصيانته وبذل الجهد والطاقة من أجل ترسيخه عندي ولربما أنشره إلى الآخرين. هذا الحفظ وهذا الصون ما هو باعثه؟ الغيرة على هذا الفكر المقدس عندي، الغيرة على هذا المكان المقدس عندي، الغيرة على هذه الشخصية المقدسة عندي، وهكذا الأمثلة. إذن الغيرة هكذا يعرفها علماء الأخلاق، الباعث والدافع الذي يدفع الإنسان نحو المحافظة والصون لكل أمر يرى صاحبه واجبا عليه المحافظة عليه. الدافع هذا يسمونه الغيرة. هذا تمام الكلام حول معنى الغيرة. زين، ما هي أقسام الغيرة؟ قسمت الغيرة أيها الأحبة إلى عدة أقسام، لكن عندنا تقسيم ثنائي مبني على أساس الروايات. قسموا الغيرة إلى قسمين، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. مثل شنو؟ مجموعة من الأمثلة. عندنا روايات عن أهل البيت تمتدح الغيرة وتعتبرها غيرة محمودة، مثل هذا الحديث الذي بدأت به عن المولى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، يقول: إن الله غيور. هي صفة من صفات الله أن يكون غيورا، الله غيور. إن الله غيور يحب كل غيور. اللي عنده غيرة هذا الله يحبه. ثم يبين الإمام سلام الله عليه زين مصداق من مصادر غيرة الله جل وعلا، يقول: ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش التي ظهر منها وبطن زين هذه حرمها الله. تحريم الله لهذه الفواحش دليل على أن الله غيور. هذا مثال. مثال آخر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من لم يغر يعني يصير غيور فهو منكوس القلب. هذا قلب ما له موسيدة، هذا منكوس، منكوس القلب. ليش؟ لأن ما عنده غيرة. في رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول فيها: من لا غيرة له لا إيمان له. شوف ترى بعض الأخلاق، بعض المثل، بعض القيم ترتبط بصلب إيمان الإنسان، فإذا فقدت هذه الصفة رأسا يترتب عليها فقدان الإيمان برمته. مثل الصبر، مثل الصبر، موقع الصبر من الإيمان كموقع الرأس من الجسد. ثم يقول الحديث: ومن لا صبر له لا إيمان له. اللي ما يتصف بالصبر هذا يفقد الإيمان تماما، ينتزع، يستفرغ الإيمان منه. كذلك صفة الغيرة، الحديث يقول: من لا غيرة له لا إيمان له. إلا ما عنده غيرة هذا إيمان ما عنده أصلا. هذا مثال ثالث. خذ مثال رابع
أروح إلى القسم الثاني. قول عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن في المؤمن خمس خصال من خصال الديك. ديك في خصال، خصال محمودة، خمس خصال في الديك هي موجودة عند المؤمن، وهي محل نعت وإطراء، ثم يعددها الإمام الرضا إلى أن يقول: والغيرة. الغيرة موجودة، صفة موجودة في الديك، وهي من صفات المؤمن أيضا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن من صفات المؤمن أن يتصف بالغيرة، لأن الغيرة صفة من صفات الإنسان المؤمن التي إن فقدت فقد بالتبعية معها إيمان هذا المؤمن. هذا القسم الأول، وهنا كثير من الأحاديث والروايات التي تصب في مجال نعت ومدح الغيرة. القسم الثاني لا، غيرة مذمومة. متى تكون الغيرة مذمومة؟ ذكرت الروايات إلينا أمثلة كثيرة، بس بغية الاختصار خذ مثال واحد: غيرة الرجل على زوجته من دون ريبة، هذه من الغيرة المذمومة. يعني بعض الناس تشتغل عنده الغيرة على زوجته إلى درجة أن يشكك في نزاهتها، يشكك في طهارتها، يشكك في حبها له، يشكك في عفتها، يوصل بالمستوى إلى أن يكون يراقبها في الصغيرة والكبيرة، يراقبها في الشاردة والواردة، يراقبها حتى في نظراتها. هب أنها في يوم من الأيام هذه المرأة أخطأت خطأ، بس خلاص يترتب عليه سمعتها كلها من أولها وآخرها. أو لربما كان مثلا قد تقدم إليها رجل من قبل وما صار توفيق وانفصلوا، هذا الزوجها يشوف يشتغل عنده شيء من الغيرة يشك فيها، لعله عندك ارتباط بالسابق، لعل دائما عندك تفكير بذاك الأولي، لابد عندك هناك علاقة بالحبيب القديم، وهكذا. هذا من الغيرة السلبية، من الغيرة المذمومة، من الغيرة التي حرمها الله جل وعلا. غيرة الزوج على زوجته من دون ريبة، ما في شيء، بس هو يعيش مرض وهم وشك، قاعد يشك في زوجته من دون داعي. هذا من الصنف الثاني أو القسم الثاني، وهو قسم الغيرة المذمومة. إذن قسمت الغيرة بهذا التقسيم الثنائي إلى محمودة منعوتة، وقد ذكرها أئمتنا في روايات، والقسم الثاني الغيرة المذمومة. تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة وأخيرا، ما هي مجالات الغيرة الحسينية، أو ما هي مجالات الغيرة المحمودة؟ طبعا هناك عدة مجالات ينبغي للإنسان أن يفعل فيها الغيرة، أن يتصف بالغيرة فيها، أمثلة كثيرة ومجالات كثيرة نأخذ بعضها. أولا الغيرة على الدين، ينبغي للإنسان أن يكون غيورا على دينه. أخوك دينك، فاحتط لدينك، دير بالك لا يصاب الدين أو أي متعلق من متعلقات الدين بشيء، فلا تشتغل الغيرة عند الإنسان. طبعا الغيرة على الدين بعد لها أمثلة، أحيانا تصير الغيرة على الدين في المقدسات، العتبات المقدسة، تتعرض العتبات المقدسة إلى الإهانة، تتعرض إلى مثلا إصابة الأعداء إليها، تستهدف. ينبغي للإنسان المؤمن أن تنشط عنده الغيرة، يحرك الساكن، ما يصير هالشكل. عندي أنا أماكن مقدسة وقد لطخوها بأدرانهن، وأنا قاعد هكذا مكتوف اليد ما أسوي شيء خطأ، ينبغي لي أن أشتغل، ينبغي أن أندد، ينبغي أن أخذ موقف تجاه هذا الأمر الذي يتعرض إليه أو تتعرض إليه مقدساتي. لابد أتكلم، لابد أرد منكر، حتى لو لم أتمكن من أن أفعل شيئا لا أقل أظهر الموقف الذي أبين من خلاله اعتراضي على هذا الشيء. تنتهك حرمة مقدس من المقدسات، مكان مقدس عندي، زين، وأسكت هكذا، وين غيرتي على ديني؟ هذا واحد. اثنين، مثال ثاني، الغيرة على الرموز الدينية. إذا الرموز الدينية، الشخوص الدينية تعرضت إلى إهانة أو إلى استهزاء أو إلى احتقار،
كما يحدث بين فينة وأخرى. شوف يطلعون لك مثلا النبي صلى الله عليه وآله بوصف لا يليق بشأنه في شيء من الاستهزاء والسخرية، يستهزئون مثلا بأهل البيت، يستهزئون بالرموز الدينية الكبرى عندنا. ينبغي أن تشتغل وتنشط عندي الغيرة تجاه المقدسات التي تتمثل في الرموز الدينية، لا أقل. أتخذ موقف وهذا الموقف يكون صارخ واضح حتى الشخص الثاني، الطرف الثاني الذي تقصد الاستهزاء، تصل إليه الرسالة: ترى أنا موقفي تجاه هذه الرموز موقف واضح، غيور على مقدساتي، غيور على رموزي الدينية. خذ مثال من التاريخ، يقولون مرة من المرات كان عبد الله بن العباس يمشي في الطريق ومعه رجل يقوده. ابن عباس كان كفيف البصر في تلك الفترة. يقول فمر على جماعة ينالون من أمير المؤمنين بالسب والشتم. علي له أعداء كثر، متجمعين كم واحد من هؤلاء وقاعدين سب في أمير المؤمنين. طاف عليهم ابن عباس، التفت إلى الذي كان يقوده، قال له: مهلا، رجعني إلى هالجماعة هذه. رجع إليهم، قال: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام يا ابن عباس. قال: من منكم سب الله؟ قال: والله ما في أحد سب الله، ما في أحد سب الله. قالوا: لا. زين، من منكم سب رسول الله محمد؟ قالوا: ما في أحد يا ابن عباس، منو يتجرأ؟ احنا كلنا مسلمين، شلون نسب النبي، شلون نسب الله؟ قال: من منكم سب عليا؟ قالوا: كلنا، كل واحد قال شيء. قال: وما علمتم بأنه من سب عليا فقد سب رسول الله؟ لأن علي نفس رسول الله، فمن سب عليا سب رسول الله، ومن سب رسول الله سب الله. اتخذ موقف تجاه رمز من الرموز الكبرى وهو أمير المؤمنين، الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله. غيرته قادته على أن يقف، ما واصل الطريق، قال: أرجع أكلمهم هالكلمتين، كان شوي تهتز عدهم هذه الحالة. إذن أن يكون الإنسان غيورا على الرموز الدينية، بعد أن يكون غيورا على القرآن الكريم. بين فترة وفترة شوف يظهر أناس يحرق القرآن، يستهزئ بآيات القرآن، يكون هنا موقف تجاه هذا الكتاب الذي أنا أعتقد بعصمته، وأعتقد بأنه الدستور الأكبر، وأعتقد بأن ما فيه كله حق ولا يأتيه الباطل يحرق. واحد يطلع آيات شيطانية، ذاك يستهزئ بآيات، هذا يسخر بذاك، هذا يثير بعض الإشكالات العقائدية المرتبطة بالقرآن الكريم وتسكت؟ لا. أين غيرتك على دينك؟ الإمام العسكري سلام الله عليه في زمانه كان هناك رجل اسمه أبو إسحاق الكندي. هذا الرجل فيلسوف وكان يدرس الناس، اشتغل على كتاب ألفه سماه تعارضات في القرآن، وجمع لك آيات موجودة في القرآن هو ينظر فيها أو يتصور أنها متعارضة فيما بينها، آية ضد آية، آية عكس آية مثلا، وهكذا. يقول لك: شوف هذه الآية تقول شو، هذه تقول آية شيء ثاني، هذا يدل على أن القرآن في تعارض. مثلا قضية الموت، يعني كمثال قضية الموت، مرة ينسب الموت قبض الأرواح إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومرة تنسب إلى الملائكة، ومرة تنسب إلى ملك الموت. يقول لك: شوف هذا تعارض، القرآن ما عنده وحدة في البيان، مرة ينسب الموت إلى فلان، مرة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، مرة ينسب إلى ملك الموت، مرة ينسب مثلا إلى الملائكة، هذا تعارض. وجمع لك من هالنوع آيات وسوى لك كتاب ويش قده سماه تعارضات في القرآن الكريم. تناهى الخبر إلى من؟ إلى الإمام العسكري. نادى على أحد أصحابه، قال لفلان، قال: نعم. قال: أما فيكم غيرة على كتاب الله؟ قال له: كيف يا ابن رسول الله؟ عندنا غيرة. قال له: أكو أستاذكم أبو إسحاق الكندي ألف كتاب وإيش قد اسمه تعارضات في القرآن، ما في واحد منكم يرد المنكر؟ قالوا: يا ابن رسول الله، والله إنما جمعه له حق، يعني كلام إحنا نشوفه مقنع وما عدنا عليه رد بعد، ما عدنا عليه جواب. فالتفت الإمام إليه، قال: تعال أعلمك الجواب، اذهب له وقل له يا أستاذ، باب الاحترام، قل له: يا أستاذ، إذا أرسل أحد إليك كتابا وقرأت وفهمت ما فيه، هل
يكون ما فهمته بالضرورة مطابقا لما قصده صاحب الرسالة؟ أنا طرشت لك الآن رسالة، أنت استقبلتها قريتها فهمت منها فهم، هل بالضرورة اللي فهمته يتوافق مع قصدك قصدي أنا نفسه؟ قد تكون مشتركات لفظية، أنت تفهم شيء وأنا أفهم شيء آخر، قد يكون المعنى أنت اللي فهمت شيء وأنا فهمت شيء آخر، هذا لا يدل على خطأ هذه الرسالة ولا على خطأ صاحبها ولا على خطأ قارئها، لأن قابل أن يكون هناك اختلاف في الفهم، بس روح قل لها الحكي وتعال. فذهب ذاك الرجل، واحد من تلامذة الإمام العسكري، راح إلى أبي إسحاق، قال له أستاذ، قال له نعم، قال له عندي سؤال، قال تفضل، قال أنت ألفت كتاب وسميته تعارضات في القرآن الكريم، أنا عندي سؤال، قال له تفضل، قال لو أرسل أحد إليك كتابا زين وإنت قرأت الكتاب وفهمت منه كلاما، فهمت منه فهم معين، هل بالضرورة أصبت ما قصده الكاتب؟ لولا قال لا، ماذا تقصد؟ قال هذا ما في القرآن الكريم، أنت الآن طلعت تعارضات في القرآن، هل بالضرورة هذا قصد الله جل وعلا من ما فهمته أنت؟ هذا فهمك، مو بالضرورة القصد الحقيقي من آيات القرآن الكريم. قال له صدقت فيما قلت، لكن هذا من وين لك الجواب؟ أنت ما بيطلع منك هالشكل كلام، أنت من وين لك هذا؟ لعله من مولاه. قال من تقصد؟ قال أقصد أبا محمد الحسن بن علي العسكري صاحب العسكر. قال نعم. فعمد إلى كتابه ومزقه، غيرة الإمام على القرآن. إذن أول نوع من أنواع الغيرة، مجال مجالات الغيرة، أن يكون الإنسان غيورا على دينه، على المقدسات، على العتبات المقدسة، على الرموز الدينية، على القرآن الكريم، على الفكر الإسلامي الصحيح، على تراث أهل البيت، أن تنشط الغيرة عند الإنسان المؤمن. هذا المجال الأول. المجال الثاني، الغيرة على العرض، غيرة الإنسان على عرضه، أن يكون الإنسان غيورا على عرضه. شوف التشريعات المرتبطة بالعفة، بالحجاب، بالستر، بالآكل، بالشرب، ترى كلها تصب في مجال الغيرة على العرض. والأمثلة على ذلك كثيرة. الزهراء يسألها رسول الله ما خير للمرأة؟ اش قالت؟ جوابها عندك. هذا يدل على ماذا؟ لا يدل على الغيرة، غيرة على العرض. يدخل النبي صلى الله عليه وآله على الزهراء مع عبد الله بن أبي مكتوم، رجل كفيف البصر قايدنا، فتى حجبت الزهراء، قال إنه لا يبصر، قالت إن كان لا يرى فأنا أرى، أنا أشوفه. وهذا قمة العفة، أن المرأة تنظر إلى تكليفها قبل أن تنظر إلى تكليف الآخرين. شوف أنت عندنا في التشريع الإسلامي حرمت أكلات لأنها ترتبط بفقدان الغيرة. مؤخرا صنعت دراسة حول بعض آثار أكل لحم، أجلكم الله، الخنزير، شافوا إن من آثار أكل لحم الخنزير أنه يفقد الإنسان غيرته، يصير ما عنده غيرة. وبالفعل تشوف الآن هناك في بعض البلدان الغربية ما عندهم غيرة على العرض، عادي جدا الزوج يروح إلى زوجة صديقه والصديق يأخذ الزوجة مالت صديقه، وهكذا ويطلعون ويذهبون إلى أماكن ويتعرون ويفعلون غيرة ما في. الإنسان ينبغي أن يكون غيورا على عرضه، ولا ينبغي أن يترك البنت والزوجة والأم والأخت هكذا من دون كابح. ثم أنه ليدقق حتى فيما يشتري من حجاب، حتى الحجاب ونوع الحجاب، ترى عندنا هناك ضوابط شرعية، أن لا يصف، أن لا يشف، أن لا يكون مثلا لباس شهرة وهكذا، لأن كل هذا مرتبط بالعفة. وبين قوسين اللي موجود في السوق، هذا ما يمثل الدين، ترى سوق مفتوحة أمام الناس والكل يجي يشتغل وتاجر، فمو كل شيء موجود في سوق دولة إسلامية يعني معناته بالفعل هذا حجاب إسلامي، قابل يكون هذا حجاب مو إسلامي، اسمه حجاب بس واقعا ليس بالحجاب الشرعي. أبو عبد الله الحسين تجلت عنده الغيرة بحيث يتحرك خطوات ويكبو على الأرض مرة ومرتين وثلاث في يوم عاشوراء. متى؟ لما كبست الخيام على النساء، قام خطوات ثم كبى، قام خطوات ثم كبى، ثلاث مرات يخطو ثم يكبو. وتشوف وين مصرع الحسين وين مدفن الحسين، هاي المسافة أخذها أبو عبد الله زحفا أكثر من مرة. ما الذي جعله يتحرك؟ غيرته على نسائه وعلى عرضه.
بمر عليك في المصرع الشريف كيف أن الحسين لما نزل إلى المشرع وأراد يشرب الماء قالوا له يا أبا عبد الله أتلتد وقد هتكت حريمك؟ يقول الروايات رمى الماء وقام ورجع إلى المخيمات فوجدها سالمة فعلم أنها مكيدة. هذا شنو هذا؟ هذا مو غيرة؟ غيرته على عرضه، غيرته على نسائه وهو يقاتل وعينه على جهة النساء. فلما نظر أن عمر بن سعد أمر أصحابه قال حولوا بين الحسين وبين حريمه بين نسائه، فالتفت أبو عبد الله قال أما فيكم غيور؟ إذا أنتم على الأقل ما فيكم دين، على الأقل خلت تكون عندكم غيرة عربية. أنا الذي أقاتلكم، النساء ليس عليهن حجاب، ليس عليهن جناح، ابعدوا عتاتكم ومردتكم عنهم ما دمت حيا، ما طول أنا على قيد الحياة. إذن الغيرة واضحة جدا عند أبي عبد الله الحسين وقد تجلت في يوم عاشورة. هذه الغيرة مو فقط عند الحسين، الحسين كان أنموذج كامل. تعال إلى صاحب هذا اليوم تجسدت الغيرة أيضا عنده، غيرة القاسم على الدين، غيرة القاسم على إمام زمانه، غيرة القاسم على مقدسات هذا الدين. يقول له بني كيف ترى الموت؟ شلون تشوف يا ولدي الموت؟ قال فيك يا عم أحلى من العسل، لو قدم لي عسل وقدم لي الشهادة بين يديك لا والله أختار الشهادة بين يديك يا أبا عبد الله. لذلك كل شوي ويخرج من الخيام لبيك يا أبا عبد الله، يرجعه الحسين مرة ومرتين وثلاث وهو على هذه الحالة، إلى أن جلس في الخيمة واضعا رأسه بين ركبتيه ويفكر شلون يحصل على الرخصة. بينما هو على تلك الحالة وإذا به يتذكر أن أباه قد ربط إليه عودة وقال بني قاسم إذا أصابك هم أو غام فعليك بحل العودة وتنفيذ ما فيها. الله أكبر، بعد في يوم هم غم أعظم على قلبي من هذا اليوم وأنا أشوف عمي الحسين وحيدا فريدا. عمد إلى تلك العودة حلها قرأ ما فيها وإذا هي إجازة ورخصة بارزة، بس عليه ينفذ. بني قاسم إذا وصلتم أرض كربلاء وبقي عمك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين فلا تقصر عن نصرته حتى تفوز بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية وإن عارضك فعاود والسلام. وختم الإمام الحسن الكتاب بخاتمه الشريف فرح 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 شديد كأنما هي مكافأة هدية مقدمة إليه. أخذ العود مهرولا إلى عمه، عم أبا عبد الله لقد حصلت الرخصة، أنا لك بها يا ولدي، من وين تحصل الرخصة من غيري؟ قال تفضل يا عم. فتح أبو عبد الله العودة ما إن وقع بصره على خط أخيه الحسن حتى استعبر وبكى، توجه بوجهه جهة المدينة، السلام عليك أيها المسموم، السلام عليك أيها المظلوم، السلام عليك يا أبا محمد، لا زلت ناصرنا حيا وميتا بأولادك. بني أنت موصى؟ أنا بعد كذلك موصى يا ولدي. على حسب رواية الطريحي والسيد هاشم البحراني جاء بالولد حتى قارب خيم النساء يا رملة خرجت إليه رملة نعم سيدي أبا عبد الله أمرني بأمرك. هل القاسم ثياب جديدة؟ قالت وأنا لنا بالثياب الجدد في هذا اليوم يا أبا عبد الله. نادى على شريكته في المصاب أخي زينب، خرجت إليه زينب نعم يا أبا عبد الله.
أخي زينب علي بالصندوق الذي فيه مواريث الحسن، تركت الحسن ثياب الحسن، ماذا تريد أن تصنع يا أبا عبد الله؟ قال إني أريد أن أعقد للقاسم على البنت المسمات في هذا اليوم. قال نعم يا أخي قوم يا زينب للحسن بنأدي حقوق، قوم يا زينب للحسن بنأدي حقوق، وخلي البواجي ونشفي دمعك المدفوق، صاحت للبسها وخلي الجيب مشقوق، واصرخ يا بنت اليوم عريسك تفقدين. أبا عبد الله وين الزواج في هذا اليوم؟ شلون العرس يا حسين وانت مالك أعوام؟ شلون العرس يا حسين وانت مالك أعوام؟ وجاسم شباب وللزفافير يريد شبان، والخيم بس اطفال تتصارخ ونسوان، وحدك تزفه وخيك العباس وين؟ دخلت زينب سلام الله عليها وجاءت بالصندوق، قدمته إلى أبي عبد الله، استخرج منه قباء للحسن ألبسه القاسم، استخرج عمامة للحسن ألبسها القاسم، استخرج نعلين للحسن ألبسهما القاسم، استخرج منطقة يعني حزام ألبسه القاسم، فخيل للنساء أنه الحسن كأني بهم صاروا ينادون وحسن ومصيبة. جاءت زينب إلى البنت المسمى، قومي يا بني استعدي للزفاف. أي زفاف عمه؟ قالت إن أباك الحسين قد عزم أن يعقد لك على أخي على ابن عمك القاسم، وإذا بتلك البنت كأني بها تنادي وضيعته ومصيبة، وما لي عين يا عم، ما لي عين يا ما لي عين يا عم، ما لي عين أعرس ويل ولي مذبوح، ما لي عين دمه لوني ثلاث ساعات، أريد أروح لمسنة دمه لوني ثلاث ساعات، أريد أشوف العم حيلا مات، وجيب خضاب من دم، أشوف العم حيلا مات، وجيب خضاب من دم، ما لي عين يا عم، ما لي عين أعرس ويل ولي مذبوح، ما لي عين. حتى عقد الإمام الحسين على البنت المسمات للقاسم، ثم أفردت لهما خيمة، جلس القاسم مع هذه البنت، إن هي إلا ساعة وإذا بالقاسم يقف على قدمه، إلى إن يا ابن العم وين رايح؟ قال أو ما تسمعين نداءات وعمي الحسين،
ينادي ألا من ناصر فلا يجد ناصرا. قالت وزواجنا؟ قال أجلناه إلى يوم القيامة. قالت بما أعرفك في ذلك اليوم؟ فعمد إلى رجله فشق. قال تعرفيني بهذا الردن المشقوق؟ تودع منها وخرج من الخيمة مصلة سيفة. لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين. فتح الحسين باعه، ضم الولد إلى صدره حتى تساقط على الأرض، ثم صار يتودع منه. أراد القاسم أن يمشي إلى المعركة. بني مهلا مهلا، أنت العلامة من أخي الحسن، شمائل أخي الحسن كلها فيك يا ولدي، أريد أن أتودع من شمائل الحسن. امشي أمامي خطوات. صار يمشي خطوات فبكى الحسين، ثم عمد إلى عمامته شقها إلى نصفين، نصف عمم به رأس القاسم، والنصف الثاني ألبسه القاسم على هيئة الكفن. فتصارخت النساء: وقاسما ومصيبته وسيده. أعطاه عمه الرخصة، انطلق إلى جهة المعركة، وكان راجلا ما كان فارس، وكان راجلا حتى توسط المعركة. صار يقاتل قتالا مستميتا حتى قتل عددا منهم. يقول حميد بن مسلم: كان بجانب ابن نفيل الأزدي وهو يقول: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام وهو يصنع هذا الصنيع لأثكلن به عمه وأمه. فقلت: ويحك يا أزدي، أما كفاك من تجمع علي؟ قال: والله لأفعلان. بينما القاسم يقاتل وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا شبل الحسن، إن تنكروني فأنا شبل الحسن، صبط النبي المصطفى والمرتهن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، قتل منهم مقتلة عظيمة حتى انقطع شسع نعله. ولا أنسى أنها اليسرى، فانحنى القاسم ليصلح نعله، تقدم الأزدي إليه فضربه بالسيف على رأسه. أحسن الله لكم العزاء. سقط القاسم يخور في دمه مناديا: عما حسين عليك مني السلام. فانقض القاسم، فانقض الحسين على ابن أخيه كما ينقض الفرق، كما ينقض النسر على فريسته. قتل قاتله ثم جاء إليه امتد بطوله: بني قاسم، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. بجاء ناداه: يا جاسم شبيدي. بيجا وناداه: يا جاسم شبي، يا ريتي السيف قبلك حاز ورد، ونيتكم تخلوني
وعلى خيامي يا عم الخيل تفتر. أحسن الله لكم العزاء، احتمل الحسين القاسم على صدره جابه ومدده ما لا غابت هالأصوات جابه ومدده ما قعد عيدهم يا ويلي وهم وبس ما يسمع النسوان الصوت اجت راملة تصيح الله. يقول حميد بن مسلم نظرنا إلى الحسين وقد احتمل القاسم على كتفه هذا ورجلان القاسم تخطان في التراب. الله أكبر، هل كان القاسم أطول قامة من الحسين؟ دققنا النظر وإذا بالحسين قد احتوت بثوره. جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجال من المضارب باكيات شاكيات لاطمات وويله. وضعه الحسين في الخيمة وجلس بينه وبين ولده علي الأكبر وصار تارة ينظر إلى القاسم وتارة أخرى ينظر إلى علي الأكبر. يا شبان بالله لا تونه، يا شبان بالله لا تونون تفتون قلبي من تونون بعيونكم ليا تديرون. جاءت زينب جلست بجانب الحسين تنظر تارة إلى القاسم وتارة إلى علي الأكبر. إن هي إلا لحظات وإذا بزينب بعد هذا الموقف. وأسألك الدعاء. التفتت زينب إلى الحسين قالت نور عيني أبا عبد الله حبيبي حسين ماذا تريد يا زينب؟ قالت يا أبا عبد الله معذرة إلى الله وإليك تنحى إلى جانب. لماذا أخي؟ قالت لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ماذا تقصدين أخي؟ قالت هذه رملة واقفة عند باب الخيمة تريد تتودع من ولدها. تنحى الحسين إلى جانب، جاءت رملة ورمت بنفسها على ولدها. ولا مال ولا مال ولا مال ولا مال أنا رددتك لا رد الدنيا بني. ولا مال ولا مال أنا رددتك لا وقع حملي. ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا جاسم خابت ظنوني. ولا مال ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بيا. بني بني وحنيت وحنيت يا ابني ما ذكرت امك. وحنيت وحنيت عفتني من انكسر ظهري. وحنيت وحنيت يا جاسم خضبت شابي. وحنيت وحنيت يا جاسم خضبت شابي وحنيت بدمك يا عريس الغادرية. فتح القاسم عينه إلى أمه. أمه أهلي إليك حاجة. اتفضل يا ولدي ماذا تريد؟ قال يما 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 بوصيك يما وصية. أمه بوصيك يما وصية وسمعي للفظ جوابي شبان لو شفتيهم ذكري يا يما.
قناتي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب. إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، موت المؤسسين والمؤسسين ومن مضى من هذا الجمع، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.